السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الرياضي الإخباري لهذا اليوم اللي غادي نطرقوا فيه آخر أخبار فريق الرجاء البيضاوي. كنتمنى منكم دعمونا بالضغط على زر الإعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم. وغادي نبداو المباراة اللي غتكون ما بين فريق الرجاء البيضاوي ومولودية وجدة، نصف النهائي كأس العرش. كنتمنى منكم تعطونا التوقعات ديال هذه النتيجة هذه، واش الرجاء البيضاوي غادي ينتصر على مولودية وجدة. انا كنظن على حساب يعني القيمة ديال فريق الرجاء ولا القيمة ديال مولودية وجدة ولا الظروف الرياضية والمناخ الرياضي اللي كيواجه فريق الرجاء البيضاوي وايضا مولودية وجدة، كنعطي الكفة لفريق الرجاء البيضاوي. النتيجة ممكن نشوفوا ان هدفين حتى ثلاثة الاهداف، لان الخصم مولودية وجدة خصم ضعيف جدا حاليا، كيعاني من مشاكل كثيرة بزاف، فماشي استصغارا بالخصم لكن بكل صراحة وبكل حيادية، وأي واحد عنده مع كرة غيقول لك بأن الرجاء غتنتصر على مولودية وجدة. الإشكال اللي كاين هو أن الرجاء ما خصهاش تحقر وجدة، ما خصهاش دير انتصار في الجيب، يعني خصها تلعب كرة وتعطيها حقها وتعطيها القيمة ديالها وما تحقرش. كما كان غادي يكون الماتش ديال الرجاء وطنجة لولا يعني الرجوع السريع للاعبين ورجعوا في النتيجة والحكم، كنا غادي نشوفوا يعني كانت المباراة غتمشي لينا بسبب استصغار الخصم. فكنتمنى من اللاعبين ما يستصغروش الخصم ويلعبوا كرة، أهم كل شيء هو كرة. أما بخصوص لاعب بوغرين، فاللاعب بوغرين مشات شي إشاعات كتقول بأن اللاعب تلقى شي عروض، لحد الان غتوقعوا بزاف ديال الاشاعات غتخرج في اللاعبين ديال الرجاء البيضاوي. الغرض ديالها هو زعزعه الاستقرار ديال فريق الرجاء البيضاوي ونشر الفتنه بين اللاعبين. اللاعب بوغرين جلسوا مع اداره فريق الرجاء البيضاوي، اللاعب مستمر مع فريق الرجاء البيضاوي، غادي يوقع عقد جديد مع فريق الرجاء البيضاوي. فكل الاشاعات اللي كتدور حاليا حول مغادرة ديال اللاعب بوغرين فهي فقط إشاعات. اللاعب مستمر مع فريق الرجاء البيضاوي، اللاعب يتدرب مع فريق الرجاء البيضاوي، اللاعب لا يفكر بتاتا في الرحيل عن فريق الرجاء البيضاوي. باش نكونوا واضحين، كاينين شي وحدين الله يهديهم ما بينهم بين كورة غير الخير والإحسان، كيدخلوا في شي حوايج الغرض ديالهم هو زعزعة الاستقرار ديال فريق الرجاء البيضاوي. فهادو غير اشاعات، لاعب مستمر وحتى لا كان شي عرض رسمي فراه غادي يقولوا عادي. هو عنده لوبجيكتيف انه يحترف في الدوريات الاحترافيه ديال اوروبا، ما كاين حتى شي عرض حاليا يعني في المستوى ديالو، يعني نقدروا نقولوا انه جو عروض لكن ماشي في ذاك المستوى اللي باغي هو، ماشي لذاك الفريق اللي في قيمه فريق الرجاء البيضاوي. عنده هدف انه باغي يلعب العصبه مع فريق الرجاء البيضاوي. لاعب منضبط، لاعب كيحترم اللاعبين، كيحترم المدرب، كيحترم الاداره، كيحترم الجمهور، لاعب غادي يمشي بعيد ان شاء الله. بوغري لاعب كبير والان هو مستمر مع فريق الرجاء البيضاوي، والهدف ديالو السنه القادمه هي انه يفوز بالعصبه. فاداره ديال فريق الرجاء البيضاوي بالاساس محمد بودريقه اكد على انه الهدف الاول حاليا هو الاحتفاظ بالركائز، تدعيم الركائز هذا جاي في الطريق، حنا كنشوفو انتدابات كاينه، لكن الهدف الكبير هو انه كاين احتفاظ بالركائز وعدم التفريط في اي لاعب كما بغى يكون، عدم التفريط فيه. ف بولكسوت حتى هو مستمر مع فريق الرجاء البيضاوي، حتى هو كيتدرب بشكل عادي. اللاعبين نقدر نقول لك هاتجيني راسي وليدي زي فريق الرجاء البيضاوي، مع عمرها دازت منذ 2013، لاعبين مجتمعين كعائلة، كيتدربوا كعائلة، عارفين بقيمة ديال الفريق اللي كيشتغلوا فيه، عارفين القيمة ديال الفريق اللي كيلعبوا فيه، عارفين القيمة ديال الفريق اللي كيمثلوا فيه. فهم الآن كيحترموا فريق الرجاء البيضاوي، كيتدربوا، كيحترموا المدرب، كيحاولوا أنهم ميمشيو من الرجاء حتى يتيترو الاسم ديالهم بالالقاب. وقليل فاش كتشوف بحال هاد النماذج ديال اللاعبين اللي الصراحه خصنا حنا كرجاويين نكونوا فخورين بهم.
أما بخصوص اللاعب زيلا فأظن أنه بشكل كبير ما كاينش شي أخبار موثوقة، لكن كاجتهاد شخصي كنظن أن اللاعب ممكن أنه يغادر فريق الرجاء البيضاوي، لأن المدرب ما مقتنعش به، وحتى ظهير أيمن خص يكون على ظهير أيمن في المستوى. اللاعب مروان زيل عطاو فرصة و بكل صراحة ما شفناش كلاعب ظهير أيمن اللي تقدر تعتمد عليه. أظن حتى المدرب والفلسفة ديال المدرب ما مقتنعينش باللاعب، فأنا كنتمنى من مروان زيلة أنه يشوف نادي آخر يحترف فيه يلعب فيه كورة، ماشي يبقى في دكة البدلاء، لأنه اللاعب مازال صغير مخصوش يولى في دكة البدلاء، خصو يلعب كورة يطور المستوى ديالو، أيضا يطور التقنية ديالو ديال في كرة القدم. أما بخصوص خفيفي فكنظن أن خفيفي مستمر مع فريق الرجاء البيضاوي، خفيفي الآن مرتاح مع فريق الرجاء البيضاوي، خفيفي كان كيلعب مع فريق الرجاء البيضاوي وهو مصاب الشوفية ديالو منفوخة وكيلعب كورة. هنا باش كتعرف حب الانتماء ديال فريق الرجاء البيضاوي، لاعب اللي كيعطي كل ما في جهده وكيتقاتل على فريق الرجاء البيضاوي، لاعب اللي عطر كثير وكثير فريق الرجاء البيضاوي رغم البداية ديالو اللي كانت شوية ناقصة، لكن دخل في الأجواء ديال التشكيلة ولا كيلعب كورة. أما بخصوص اللاعبين فريق الرجاء البيضاوي فهم الآن شدوا الرحال إلى أكادير من أجل المشاركة في نصف النهائي ديال كأس العرش، ومن ضمنهم كان اللاعب رياض بن عياد اللي غادي يقدر نقوله هو اللي غادي يكون مفاجأة ديال هاد التشكيلة، لأنه غادي يقدر يكون توقيع رسمي بين اللاعب وإدارة فريق الرجاء البيضاوي، لأن رسميا إدارة الترجي التونسي كتفكر في يعني إلغاء العقد بينهم وبين اللاعب رياض بن عياد. لاعب رياض بن عياد حاليا في مفاوضات متقدمة مع فريق الرجاء البيضاوي عبر الوكيل الأعمال ديالو، نقدر نقول لكم رياض بن عياد غادي يكون مرجاوي بنسبة 90%. كنتمنى تعطونا الرأي ديالكم في هذه الصفقة هذه، لأن هذه كتسمى صفقة علاش؟ لأن رياض بن عياد كان حاسم في بعض المباريات، لا مباراة طنجة لا مباراة، يعني كان حاسم في واحد النتيجة كبيرة جدا خاصة مباراة طنجة. فرياض بن عياد رغم انه ما خداش الفرصة ديالو الكاملة فريق الرجاء البيضاوي، الا انه فاش كيدخل كيكون حاسم في المباراة. اللاعب اللي نقدر نقولك حريفي، البروفيل ديالو بروفيل زوين، كيلعب ما فيش الزيادات، لاعب كيعرف الشبكة، هاد لي بروفيل هما اللي خاص فريق الرجاء البيضاوي، فهو كيكون كبديل لمهوب كيكون يعني الطب. حاليا رياض بن عياد رجع اللياقة البدنية ديالو، إدارة الترجي التونسي كتفكر يعني بشكل جدي ودخلوا في مفاوضات مع الموكل مع الوكيل اللاعب باش يفسخوا العقد معاه رسميا، فإدارة الرجاء البيضاوي كطريت حتى أنه يتم الفسخ مع اللاعب والتوقيع له بشكل أحادي جدا بدون ما تستافد فريق الترجي التونسي من الصفقة، لأن الترجي التونسي دايره في الصفقة ديالها والعقد ديالها بينه وبين الرجاء، إلا بغات اللاعب وتفعيل العقد وتفعيل عقد الإعارة بين اللاعب وإدارة فريق الرجاء البيضاوي خاصة الرجاء البيضاوي تدفع 250 مليون. إلا كان يعني فسخ العقد ترجي مع اللاعب فغادي يكون غتكون الرجاء ما ملزماش باش تدفع 250 مليون إدارة الترجي التونسي. هذه بالنسبة الصفقة اللي غتكون بين فريق الرجاء البيضاوي ورياض بن عياد. حاليا نقدروا نقولك اتفاق كاين شفهي، ما كاينش كتابي، كاين شفهي بين اللاعب وبين إدارة فريق الرجاء البيضاوي. الآن كينتظروا الترجي التونسي اش غيديروا مع رياض بن عياد. هذا أن الرجاء البيضاوي ما تقدرش تغامر 250 مليون باش تعطيها للترجي التونسي من أجل يعني شراء لاعب، من بعد غادي هما غيفسخوا مع العقد، هما غادي يفسخوا معاه غيفسخوا معاه. ففكره زوينه من الرجاء البيضاوي انها ما دخلاش مفاوضات مع الترجي التونسي وخلات الامر بينها وبين رياض بن عياد في سريه تامه، عقد شفهي بيناتهم، وخلات اداره الترجي التونسي في مفاوضات مع اللاعب رياض بن عياد من اجل فسخ العقد ديالو بشكل احادي.
او بشكل بشكل رداءي زعما. اما بخصوص لاعب موهوب، فلاعب موهوب عنده ان متابعين من فرق كبيره من روسيا من سميتو، لكن ما كاينش لحد الان حتى شي عرض رسمي بين لاعب موهوب او اي فريق في اوروبا. فخرج خرج ديال محمد بودريقه قال بانه ما كاين حتى شي عرض رسمي حاليا، وحتى الا كان في اداره الرجاء البيضاوي ما غاداش تزيد وتسمح في اللاعب هكاك. لان علاش؟ لان كاين عقد ما بين الرجاء البيضاوي والفتح الرباطي، ان الفتح الرباطي غتستافد بنسبه 35% من اي صفقه ديال لاعب موهوب. فما يمكنش ان فريق الرجاء البيضاوي تبيع اللاعب ب 500 مليون او 600 او مليار كاع، راه ما غتستافد منه والو. اللي غتكون مستفيد معها هي الفتح الرباطي. فممكن انه الا كانت العقد ديال الصفقه توصل 4 مليار فممكن الرجاء البيضاوي تغامر، اما باش تكون مليار فما ما تستافد الرجاء البيضاوي في حتى شي حاجه. على العموم ما كاينش عقد رسمي حاليا، وحتى الا كان الا ما كانش فوق 3 المليار ما نضوش الرجاء البيضاوي غتستغنى عن اللاعب موهوب، باش نكونوا واضحين. وصعيب على إدارة الرجاء أنها تستغنى على اللاعب موهوب إلا ما جابش لها أكثر من 3 المليار. على العموم هادشي اللي كاين في أخبار فريق الرجاء البيضاوي. كنتمنى منكم تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب مع التعليق على الفيديو والإشتراك في القناة. شكرا لكم وإلى اللقاء.